السلام عليكم المشاهدين، كما شفتوا انا دابا غاديه خارجه اليوم الحد، غادي عند واحد الصديقه ديالي، وفي الحقيقه هي ما كتبانش، وحتى انا راه ما كنبانش، باقا ما زعمتش على الكاميرا باش نبان قدامها، ولكن غادي نصور لكم هذه المشيه. لقيت شي لقطات غادي نصورهم لكم، ما لقيتش انا غادي نشارك معكم الخريجه ديالنا فين ما مشينا، غادي نصور معكم. ودابا كما تتشوفوا احنا غادي في الطريق، المنظر زوين، واليوم الجو هو هذاك، ما فيش الحال سخون وما فيش الشتاء وما فيش البرد، دافي. الخريف هو هذا، مره كتكون مره والجو ديالها. نتمنى لكم تتبعوني في هذا الفيديو حتى الاخير، فرجه ممتعه. ودابا مني مشيت عند السيده اللي كنت غادي عندها، ما صورتش بزاف عندها، صورت لكم عشي لقطات. دابا حنا غاديين لواحد البلاصه باش نتغداو، وغادي نديكم معايا حتى لتماك. قدرت نصور شي بلايصات غنصورهم لكم، ما قدرتش نصور لكم غادي نمشي حتى للدار وغادي نصور لكم داكشي اللي خط، حيت بعض المرات شي متاجر ما كيخليوش، ما كيبغيوش داك السلعه ديالهم تصور، وكيقول لك دابا راه حنا بغات عندنا العشيه. شوف هنا كاينين هذوك الويدان، ما كيبانوا ليكم مع داك الشمس، واحد المنظر زوين حقيقه. نتمنى انتم يعجبكم راه كنطره هذه. ايوا كيف ما قلت لكم، بعض المتاجر ما كيخليوش السلعه ديالهم تصور باش ما واحد ما كيقلدهمش، داكشي علاش ما كنبغيش نصور من الداخل. داكشي اللي قديتو غادي نشاركو معاكم. ودابا هذه الطريق ديال البلاصه اللي حنا غادي ليها، واحد البلاصه بحال ديال التقضيه. شو وقت الغروب شحال زوين ديال الشمس. دابا راه عندنا حنا 6، مع 6 كتغرب الشمس. الفيلاج قريب للمدينه اللي حنا كنسكنوا فيها، حتى هو زوين وصغير. الحاجه باش كيعجبوك هاد الفيلاجات وهاد المناطق هادو اللي نواحي فينيزيا، انهم كلهم فيهم الخضوريه وفيهم الشجر، كيبنيو شويه ويديروا واحد المنطقه خضرات، وكيديروا الجرادي بزاف، واي دار ما يقدروش وما يخليوها بلا جرده، ولا كما كتشوفوا الخضورية غالبة على البني، كيخليوش غير ديور بوحدهم. وانا غنصور لكم شوية هنا في الطريق، شوفوا معايا المنظر كيف ما كتشوفوا، كل دار قدامها بزاف ديال الخضورية. وبقوا معانا، دابا لقيت كيفاش غنصور ما لقيتش، راه غادي نشارك معكم داكشي اللي خديت. ومع السلامه، بقاو معنا. دابا حنا جينا للبلاصه اللي قلت لكم غادي نتقدى منها، كما كتشوفوا هنايا هو البلاصه ديال القضيه. هاد الباب راه ما كيخليوناش نصوروا، كنصورها من هنا من الخارج. ثم الكروسات بغيت قد فيهم. صافي دابا غادي ندخل، غادي نطفي الكاميرا. حطينا هاد المايطات هنا ديال البرد، زوينين في الحقيقه. حطينا هاد الكوفر ليات هادو ديال البرد تاهما.